الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، عباد الله، إلهي وحيالها وأدومذي سوك واجبي وحاكم ذا حج بيت الله الحرام، بيتك إلهي إن لو قصده لو حجيه حجن تاسي وبيتك لو حجن ينا، وركن من أركان الإسلام الخمسة، وتير تيرش شنت إسلام كم ذويه. سيد النبي عليه الصلاة والسلام ويره بني الإسلام على خمس، إسلامك وحاله دول استشنتير شنتاس وحاكم ذا حج بيت الله الحرام. ربنا سبحانه وتعالى كتاب كيس أيوكوت المامي إنو نغفر ديالي حج كاس، ولله على الناس إلهي دات كوركوضا وحوكولي هي وكواجبي حج البيت، ولله على الناس حج البيت كعبدا إن لو قصده دات كوضا لغو مواجبين يا لغو واجبي من استطاع إليه سبيلا، قفكي وددا سكري كرا كبحي كرا أودي ذا له يا حج كاس وواجب كويا هي. وقفكي إلهي يعني كرسية أود سيا سطاع عذاس وإنو حجيا حج بيت الله الحرام وإنو حجيا وسندبلجن وايا حجك هو واجب. رب سبحانه وتعالى أيد قيبت ذا الدنب وحكيري قفك ديدة ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلهي عالم كرنب بكم مرمى وحكو فلايا ملوي حد بقفك حجك أسي إنكره ويرى هذا حجك واجب إغماء واجب لماذا سينكرسان قفك سوى مرتد دين تنوى كب حي هدو حولها يستو ستا عليا هيستو ويرى هذا حج واجب إغماء وجوب كي سينكراي حجك بس معها وحال لماذا قفك سلاة إنكرا صون إنكرا واجب إلهي واجب يهر إستاغ ديدة يكو قالوبة يا إنكرا دس حديث حجك أغتاقه تهاوناً فضيس إيا الدبليك إيا وهنسي أغتغنا إساغو كاري كارا إلهينا كرسيي أغودانا هايستا كتغا خطر وين بوكسوغا يا قفقاس حالة جيزا وخطر. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيا وحيري وحان دمعي إنان رق أدرم مغالوينك لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى الأمصار مغالوين كاينان رك وديرو يا بان دوني اون دمعي بو يري كدب اي فيريان قف كستو اوود له حجن كار اون حجنن مركي اركان ليضربوا عليهم الجزيه اي جزيه كركي سييلان كودي يا غبره كركي سييلان عشور كقادان جزيهنا قالا لغا قادا مسلمين لغا ما قادا ليضربوا عليهم الجزيه. هذا الكو كو ادكيي امير المؤمنين وحو يري ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين بيقول واحد جديدا مسلمين ما مسلمين ما هاكوس مركوا خطر دي لا هي اودك سياي حجك هاديب دغين وايا وحك وسو صعد ما غرانيسيد حد اود باد هيستا عافيمات با الهي كسيي امني باد هيستا وددينا واد كبخي كرتا وحا ايمان دونا غران ميسو محنوسان دونتا محولهان اياد وين دونتا ما امنيغان هدا لو بخيا لو سو لابانيا لوين دونا وركما هيسد وحا كوغو سو فوله مر بهدي اود او كوسيو الهي ددج لدبغي ماي. وي النبي عليه الصلاه والسلام وحو يري تعجلوا وحو يري دغدغ او الى الحج حجك او دغدغ ايو يري حج كان واحد كاس واجب كأواي متك هذا ضدك الله فريج ككله وسن هذا زيادة وخير لكن واجبك وما واجبك وهالمر الحج مرة ويرى النبي عليه الصلاة والسلام وحيك صهرين وسنة مرك حج كاس واجب كقفك وسارين إنه ودك دجواي النبي وحوي فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له متكين ما جرنا يوحى كصف الله أو كإيمان يا جرنا معي وحك ساق وإيمان كرا مرك النبي عليه الصلاة والسلام وحيري قفكي دوني إنه حج يهدد دجي حجيزة وحدعي كرت إنه حنوصده
waxaa dhici karta raaxiladiisi gaadiidkiisa horaanta gaadiid baa la raaci jiray, yacnaa gaadiid baa la riran jiray, awr iyo faras iyo wax gaadiidkaas xayawaanadaasaa la riran jiray, gaadiid laga dhigan jiray. Watadullu raaxila buu yidhi, raaxiladiisa inay ka luntaa laga yaabaa, ay xaajo usoo banbaxdaba muraad uu yeesho uu bixi waayo. Marka arrinkan wuxuu na tusinayaa marka wujuubu lmubaadara, in loo degdegay inay waajib tahay ila alxaj, inta aan addoonka iyo xajkiisa aan wax kala teedaya, wax kala dhexgelaya cawaa'iqa mawaanic xawaa'il ayna ku imaanin. Waxaaba ka sii daran, waxaaba ka laga yaabaaba oo ka daranba intaasoo dhanba meel loo joogo garan maayo ninkan, goormuu dhimanayaa, xajkiina waa ku waajibay, istitaacadiina waa yeeshay, meel loo joogo garan maayo, goormuu dhimanayaa, adduunka uu ka guurayaa garan maayo. Bal haddaad dib dhigto maxaad damaano haysataa? adoo dee waajibkaa lagugu leeyahay ayaad dhimatay ood kari kartoo diiday, marka waa khatar. Marka in la fudaysta maaha. Qofkii xajiya oo ilaahay awaamirtiisa fuliya fadli badan ayuu leeyahay, fadligiisa lama soo koobi karo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam, saxaabiga la yidhaahdo camr ibn alcaas, markii wuu yimid wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan islaamo. Markaasuu yidhi haye, nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa u fidiyey, gacantuu ka laabtay. Markaasuu ku yidhi maxaa kugu dhacay? wuxuu yidhi uriidu an ashtarid, shardi baan doonayaa inaan dhigto, shardi baan rabaa inaan dhigto. maxaad shardisan? buu ku yidhi an yugfara lii, in layi dembi dhaafo, islaamnimada waan qaadanayaa, wixii dembi aan galay oon falay in layi dhaafaan jeclahay. markaasuu ku yidhi miyaadan garanaynin islaamku inuu duminayo baabi'inayo wixii ka horreeyey? qofk hadduu maanta soo islaamo dembi ma leh, ilma yaroo hadda dhashuu la mid yahay. hijradana saas oo kale, alhijratu tahdimu maa qablaha. wuxuu kaloo ku yidhi xajkana yahdimu maa kaana qablah, wixii ka horreeyo dembi ayuu duminayaa. waa sagaa'ir tabcan, kabaa'irtu waxay u baahan tahay toobay u baahan tahay in la toobad keeno. marka fadli fara badan ayaa xajka ku sugan. nabiga calayhi salaatu wasalaam sida saxiixeenkaba ku sugan min xadiid abi hurayra wuxuu yidhi alxaj lmabruur laysa lahu jazaa'un ila aljanna. xajka lagu baarinimo sameeyey xaj oo dhan maaha, waan xajiyey un maaha, waa xaj shuruud leh, xaj sifa leh, xaj tilmaan le wey. alxaj lmabruur, xajka lagu baarinimo sameeyey oo sida nebiga calayhi salaatu wasalaam uu xajiyey loo xajiyey, maal xalaala lagu xajiyey, rafath iyo fisqina laga ilaaliyey, xajkaasi jaza kale iyo abaalgud kale ma leh, oon janno ahayn. alxaj lmabruur laysa lahu jazaa'un ila aljanna. xajka mabruurka waa ka aan sifayna weeye, waa xaj qofka yacnaa mukhlisan liwajhi illaahi u xajiyey, laa riyaa'a fiihi walaa sumca, rafath iyo fusuuq iyo jidaal aan dhex gelinin, si rabbi kitaabkiisa uu ku yidhi faman farada fiihina alxaj, bilaa xajka qofkii xaj isku waajibiya oo xirta, falaa rafath walaa fusuuq walaa jidaala fi lxaj. rafath inuu la yimaado maaha, fisqi inuu la yimaado iyo dood iyo qajac la dooni maayo. rafathka culimmadu waxay ku fasireen waa sheekada ninka iyo zawjkiisii dee jimaaca ku saabsan, ama galmadaas, ama wixii muqadimaatu ljimaac ee ka horreeyey ee sheekada iyo haasaawahaas weeye, oo meelaha ku meeraysanaya la dooni maayo. dixaaskaas aad la socoto baabka inaad gashaba maaha, sheekada ku saabsan meeshaas inaad gasha maaha. waxaa kaloo rafath lagu fasiray afxumada, laa rafatha fi lxaj, afxuma la dooni maayo, qofka inuu afxumaado, kalimaad xun uu ku hadlo, iska uun kaftankii hore iyo maalaa yacnigii uu ku jiray uu sii wato, la dooni maayo. fisqina wa macaasidaa kale ka soo hartay cumuuman mukhaalafaadka inuu ka fogaado waayo. jidaal iyo dood iyo qajajacna la dooni maayo. xajkaaga waad ilaashan, xajka mabruurka waa xajkaa la ilaaliyey oo xumaantoo dhanba laga ilaaliyey, u gutay qofka sida rabbi subxaanahu wa tacaala uu amray, nabigana calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadiisa uu tusiyey qaabka u xajay calayhi salaatu wasalaam. nabiga isagoo taagan mina ayuu yidhi khuduu cannii manaasikakum, khuduu cannii manaasikakum, acmaashiina xajka iga qaata iga barta. waxaa laga yaabaa sanad dambe inaanan xajinin, waana runtii mar dambe ma xajinin, saddex bilood wax ka yar ayuu noolaa markii uu xajiyey ka gadaal, waaba geeriyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka qofka xajinaya xajkiisa inuu ilaashado waay,
maadaam fadliga fara badan uu ka helayo dunuubtiisoo dhan ba la xaqayo yaa uu ku janno oo uu ku galayo waa inuu xajkiisa ilaashadaa xadiis kale nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofkii xajiya aan rafadka hadda aan sheegaynin rafadka hadda aan sheegayn aan sheegnay la imaanin man xajja walam yarfuth aan rafdi la imaan walam yafsuq fisq iyo macaasi oo dhanba ka fogaaday rajaca ka yowmi waladathu ummuhu isagoo dembiga ka ah sida maalintii ay hooyadiisa dhashay oo kale dembi ka ah yuu soo laabanaya oon dembi lahayn weeye rajaca ka yowmi waladathu ummuhu maxaa ka fadli badan marka haddii ilaahay awoodda uu ku siiyey ood xajin karto ha dib dhigin waxa kugu soo socda ma garanaysid xoolahan miyaad weynaysaa amnigan maa la weynayaa ma dhiman doontaa la garan maayo marka fadligaas in laga faa'iidaysto weeye xajku qof kasta waajib kuma ah sida rabbi kitaabkiisa uu ku yidhiba man istataaca ilayhi sabiilan buu waajib ku yahay qofkaan kari karin waxba laguma leh qofkaan kari karin waxba laguma leh qofkii kari kara waay zaad heli kara sahay raaxilo iyo gadiid heli kara caafimaadna leh dariiqana uu amni yahay qofkaas ayaa mustatiica kaa unbuu ku waajibayaa waaya haddaba mustatiica waa qof awooddaas laho reerkiisana wuxuu kaga tegaya helaya waay waan iska xajinayaa hali yara aan hayo waan ku xajinayaa reerkana iyagoo maranne waxba haysanin baan ka tegayaa sheeko maataana waajib kalaad dayacday waajib baa u socota horta kuwaan agtaada jooga dherji wax ooga tag ilaad ka soo laabatid adna waxaad ku baxda hel waxaad ku soo laabatana hel iyo wixii qarashaada kugu filan intaa xajka aad ku jirto in qofka de isagoo eber iska tegee meelaha ku tuugsadana la dooni maayo tuugsi la dooni maayo watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwawi haddaba qofii deen lagu leeyahay ma xajin karaa waa su'aal in badan ay dadku soo celceliyaan deenta labaan u kala qaadaynaa deen waqtigeedii la gaaray muddadii uu qofka yidhi deenta adaan ku siinayaa la gaaray xallan baa la leeyahay iyo deyn mu'ajal ah oo la dib dhigayo bilo ay ka dhiman yihiin waqtigii la rabo in la bixiyo deyntaas xaalada ah haddii saaxiibkeeda uu dalbo uu kaa dal codsado lacagtayda isii xoolahayga isii waa inaad siisaa aadan ku xajinin xuquuq baa lagugu leeyahay xuquuq dad kuma xajinaysid haddii deyntii aad iska bixisay ilaahay wax kuu soo reebay oo wax kale ka soo hareen kugu filan xajkaaga iyo reerkaagaba ku filan xaji laakiin haddii waxba aan ka soo harinna istitaacadii ma helin xajkuguma waajibin waayo deyntu dee hadday deyn mu'ajala ay tahay deyn waqtigeedii aan la gaarin oo waqti uu ka dhiman yahay ninkana uu galabatu dhannihi uu u malaynayo inuu deyntan iska gudi karo waa xajinaya qofkaas laakiin waxaa saaran inuu dardaarmo waayo safartan inuu ka soo noqonayo war yacna kama hayo dad badan baa baxay oo xajiyey ama cumraystoon soo laabanin waa inuu wasiya iyo dardaaran ka tagaa caruurtiisa zawjadiisa aqribadiisa iyo saaxiibadiisa waa inuu kala dardaarmaa fulaan baa lacagta igu leh haddaan soo noqdaana ama bixinaya waqtigii lama gaarin haddaan soo noqon waayo tarikadayda iyo xoolahan ka tegay ha laga bixiyo lacagtaas waa inuu dardaarmaa dardaarankaasaa saaran maxaa yeelay xuquuqda muslimiinta inay lunta maaha in la lumiyo maaha qofka marka awooddaas oo dhan ba yeeshay ilaahay maal siiyey baddankiisana ilaahay caafimaad siiyey dariiqiisii iyo waddaduna ay aamin tahay xaj baa ku waajibay baan nidhi hadduu ka cajisana uusan xajin karin waa nin xanuunsan waayeel ah raaxilo iyo gaadiid iyo diyaarad aan fuuli karin haye waa dee uun see la yeelaya qofkaas xoolana waa leeyahay ma xajin karo duqnimo ama xanuun aan laga rajo qabin inuu bogsado yaa ku qumay xanuunkaasaa yuu xanuunsan yahay maradkaas yuu xanuunsaday marka ninkaasi waxaa waajib ku ah maadaama uu maal leeyahay waa inuu qof kale u wakiishaa qof kale uu naayib ka dhigtaa isagu ma xajin karo soomaan haddii uu xajin karo lagama xajinayo laakiin hadduusan xajin karin xoolana uu leeyahay waa inuu qof kale wakiil iyo naa'ib ka dhigtaa uu yidhahda iga xaji maalkii u dhiiba wixii uu bixin lahaa qofka uu ku bixiyaa qofka uu diraa islaam baa nebiga u timid sala allahu calayhi waalihi wasalam haweenay baa u timid waxay ku tiri aabbahay ayaa fariidatulxaj laga doonayaa waana oday weyn oo aan gaadiid fuuli karin nebi allow ma ka xajiyaa
نبي وحي كري عليه الصلاة والسلام أباها كحج حج عن أبيك لكن وحى شرط دئة قفك وقفك لك حجنيا وإن حج كيسي وقتي واي نفتيس استغون ده حج كيسب وقودنين قفك لك ما حجن كرو نبي عليه الصلاة والسلام وحي مغلي نله لبيك عن شبر ماله شبرمان محاوي وولالكي أما فلان نفت هذا ما كحج سي ميا حج عن نفسك ثم حج عن شبر مكويري أرت النفط هذا كحج كدبنا نكا كحج مكويري إحسان كأي شر يعني ونا كأي برجة وحكم ذا قفك لبدي سوالد إنه كحجيو ويا لها النقضان ونسعون كريم أما هاد إنتام بيجون حجنن وينو كحجيا قفك الحج ولا قسم ينكر و يعني من أعظم الإحسان والبر واي ونا قال الله سمينا سما فلك هي برغه والدين تلو سمينا هي كميت هي والدين تو وين لغا حجيا حداي كاري كران وين لحجسيا حداينا كاري كرنا اما اي دنتان يغون حجنن وين لغا حجيا اجر بدن قفكاسي وهليا وايا هدبا قفكي غان صدي دونيا انو حجيو وحا لغا دونيا الهي انو كعبسدو وخي الهي اوامرتي سنه ولا يمادو نواهدي سنه او كفوغادو حجكاس وينو وحجيا اسقو الهي درتي يعني عمل كيس اخلاص كدغيا خلاص وينو لي ماذا هل يركو هل يامانو حاج فلان هل يراد مغعاس ايغا مق لقب كاس ايغا مقن قار مركي سو حجيان هدي حاج لغا دايو ابا دمنبا وحناقي ور حجك انت كوجرت حاج صلاه انت كوجرت مصلي تهي ها مر هذا كسو لابت حسن حسين مغعاك ورا له أحب ما تقوله لوجود أبو وضم ما مركا حج كاجا إخلاص لوجه الله كدك إلهي درت وحج رياء هي سمعة كفوجي وحاكلة نفقد هذا هي واحد بيل كاجا واحد كحجن قرشات كاجا وينو حلالي هاي حول حرام هذا كحج سرربة هي مال الصور دعي هي مال ظلم أتكو هالشيء حدات كحج سه حج كلا جاي لمايو ويا النبي عليه الصلاة والسلام وحيره إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى هوا ونكسين يهي وطيب ما الحلال وطيب يعني وح ونكسين ميان وحك لما أقبله حرام إلهي مقاضي حديثك آخر كيس واتقرن إيسان نبي عليه الصلاة والسلام نمبو الشاقي بصاصا بوريسا لبايسا ومسافرة قعمها تاقنية يا رب له ومطعم كيس حرام يهي ملبس كيس حرام يهي وغذي بالحرام وحير السيد على اللغة أقبله يعني نكاس لغا أقبله حجنا لقى قادم ماي مركنا فقط أنا حلال كدي وحاك له أن لدر دار من عدد كدون يين حجيان إيه جوان صدين إنا يدد ونعكسن لا صاحبان رفقة ونعكسن صاح دد ونعكسن وإنا يراعان وهذا يخل دمان يعني برارجين يان أو توسين يان وحي كخل دمين أصح يان دد الله كبق يان أهل التقوى والإصلاح وإنا يراعان ونسك حجيون معها وحاك له ولا قد دون يقف قد دون إنه حجيو أحكام تحجك وينو برتا فديكم كويس وكوب كروا تنبيهون علماء ذوي دوبل ملك استال لجيلي تلفون هذا لجهلا مكاتب تال لجهلا قف كحجنيا وإن أحكام تحجك وقرني واجبات كيسة أركان كيسة محظورات كيسة وينو قرنيو أنا سك حجنيا وحن ربان سك جبيد علينا يا ما وإن أضو علم له علم وحكه الرياء قبل القول والعمل سيد إمام البخاري أبا بيستي باب العلم قبل القول والعمل انت هذا نهضل فلسمين أقول وين هذا سلات بدون إساء إنا تكتو فالباثين تلتمادو علم وين أولي هذا وحد دون إساء إنا الحجسو وين العلم أولي هذا يا اللي قاد دون إياه وايا حد هذا علم أولي هين سكبحوا صلى الله أحمد الشيخيس سكالاب يعني سكبحوا صلى الله ابو احمد شيغيس سيده النبي هو حجيا لدون يا حشكا ان ادوافجس من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه والوسع علل مركتان هو مهم جدا جدا يعني محاضروين كاسيه علماء داس وين ادغيستا وحاكله ان بررجلنا ولا عليه ان دون يا حجكا وحي اشكال كغلا شكي كغلا way garan waayaan ku saabsan xajkoodii umradooda wa inay culimada su'aalaan way raadaan maxaa sameeyaa seen wax yeela nabiga kaleey salaatu wasalaam wala su'aal jiray nabi allah
وحان تورتي بورتي انتان وحا سمينين ساس يا ساس انتان وحا سمينين بان كهر مريي افعل ولا حرج حديث وقنا نيسان وين ادوال علماء اهل العلم ادوي ديسا وحاد كشكي سنتهي اذا كل قاقنون دادكو هاي علمي قوي كفو قادين علمي مقرنا يان داد يرون باقراني مركي الاخرين وحد قيسان يماله حدو مركي حجيان وحادرك وحلا يابله لنسكالون ولي كستونتي بان قبا وحج دحي كوسوغان بادارك تجرد بلدونا يا دركان ان لاسكس يبقى قميص كلا تورو يا سروال كلا بخيه فنانه دله بخيه كوفيه يا مركا وين لا برتا انت ادم بخيمبا وقتي غير كو سو هري تليفون كاغا كو شوبو احكام الحج يا وخي كو سابسن حج كاس انت اس ايان لا دردار مينا رب سبحانه وتعالى وحن ويدسنينا ددك انو عمل كان نغا اقبله ولا ليه ندون يعني ان حجيان حجكوده انو سهلو نبدنا كوغيو كوسو عليو حجكودنا حج مبرور او مقبول او غدغو اللهم رب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.